هاد الجمهور بغيت نقولوا برافو وشكرا بزاف اليوم هما اللي جابوا لنا لي 3 بوين. ديما كنقولها كيدير واحد الفرق اللي كبير، ما كانش كيامني كيدفع هيدا الفرقه بالحق اليوم بيني ملي سي فريمون الدوزيام هوم بحال اللي كنقول حق ما درنا والو، خصنا نبقاو لي بيي سور تيغ غير ماتش في الدار اللي كان مهم نربحو، ربحنا بالجمهور ديالنا. الدراري خصنا نقول لهم برافو اليوم داروا تري غون ماتش ما تلقوش، واخا لو بيغ سيناريو اللي جانا هو هذا يماركيو دغيا بقاو في الماتش رجعوا والحمد لله سي ماتش ريفيرونس بالنسبه للاعبه ديالنا. بالحق دابا خصنا نفكروا في الماتش ديال الثلاث والماتش ديال السبت، تابعنا بزاف ماتشات، عندنا البطوله عندنا العصبه اوجوردي فو سافوري مي اون اريان في. الجمهور هو غنعاودها، الجمهور بان لي كبير اليوم. علاش؟ الجمهور اللي كيبغي الفرقه ديالو كيشجعها حتى الدقيقه الاخيره، واللي داروا اليوم لو بيغ سيناريو الا ما كانش عندك جمهور غيدور، هما بقاو في ظهر ديال الدراري ودفعوهم وكانوا عندهم الصح علاش الدراري ردوا لهم في التيران ديك الروح اللي حطونا. دونك برافو برافو برافو، غنعاودها ما درنا والو. ديما مع الجمهور ديالنا مامورانا، الجمهور ديالنا كيستنى ديما لي فيكتوار وعندو الحق. ملي كنخسروا بحال اللي خسرنا جوج ماتشات متابعين ما كناش في المستوى ديالنا، دونك سي نورمال يكونوا مقلقين. حنا عارفين حنا الوداد خصنا ديما نكونوا في مستوى، دونك فوالا بالحق ملي كتحطي لهم بحال اليوم حتى هنا كيشجعوك. دونك فوالا سي هو هذا الجمهور، خصنا نقبلوا كل شيء اللي كيقولوه علينا، حنا خصنا نديروا الخدمه ديالنا في التيران. قلت لكم اللي ملي ما درنا الانتدابات كان يقدر اللي كان يقدر يسوفينا هو الجمهور، وملي الجامعه برافو عليهم حلوا الجمهور، شفتوا الناس فرحانين يجوا للستاد، سي ان سبيكتاكل على المغرب على البطوله. دونك فوالا الحمد لله الانتدابات ديالنا قلتها هي الجمهور. وما تنسوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.